مؤامرة من قبل الإدارة الحالية، خاصة من قبل الرئيس أكبر منافس له حسب قولهم. نعم. في انتخابات نوفمبر 2024. أخيرا رضا، نعلم أن هذه الجلسة مغلقة، ولكن متى نتوقع يعني ما ستسفر عنه أو يعني تفاصيلها؟ هي حيدر، أولا الجلسة هذه عبارة عن جلسة إجراءات، هي ليست محاكمة بل هي إجراءات. نعم. من أخذ الصور، ممكن بصمات وستوجه الأصابع فيها التهم، أيضا قراءة، لا توجه، هي قراءة التهم للرئيس السابق دونالد ترامب، وتبادل الوثائق بين فريق المحامين وفريق الادعاء العام. طبعا معروف على محكمة ميامي هنا بفلوريدا أنها إجرائيا دائما تقوم بمحاكمات استعجالية، لا محاكماتها لا تطول كباقي الولايات، لكن حسب أصداء وحسب تقارير من محيط الرئيس السابق دونالد ترامب، فسيحاول فريق المحامين بأن يدفع لتأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، أي إلى ما بعد نوفمبر 2024، ربما حسب محللين ربما قد يساعد الرئيس في أن يظفر بمقعد البيت الأبيض إلى ذلك الوقت. نعم، كل الشكر إذن لك حتى الآن رضا بوشفرة من ميامي في فلوريدا على هذه التفاصيل. شكرا لك حتى الآن، ونحن بدورنا سنتابع بالتأكيد تطورات هذا الملف، بداية هذه الجلسة وكل ما يتعلق بجلسة اليوم وتوجيه هذه التهم أو تلاوتها على الرئيس السابق دونالد ترامب في محكمة فيدرالية في فلوريدا الأمريكية، مع الزميلة ميرا القاس. أترككم. شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة، ونتابع مباشرة عبر شاشة الحرة لتواجد أعداد كبير من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد وصوله إلى مقر المحكمة الفيدرالية في ميامي ضمن موكب في رحلة استغرقت حوالي 25 دقيقة من ملعب الجولف الذي يمتلكه مشاهدينا في مدينة ميامي. من المتوقع أن توجه للرئيس السابق دونالد ترامب حوالي 37 تهمة تتعلق باحتفاظه بصورة غير قانونية بوثائق سرية. اللافت هنا مشاهدين بأن ترامب الذي سيكمل عامه 77 يوم غدا الأربعاء، متهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بصورة غير قانونية إلى مكان إقامته في ولاية فلوريدا، وأيضا بأنه قام بكشف أسرار أمريكية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية. من خلال هذه الصورة هناك توافد لأعداد من مناصري ترامب في ضوء الأنباء التي تتحدث عن أن هناك أعداد كبيرة، البعض يتحدث عن 10,000، البعض يتحدث عن أكثر، بأنهم سيكونون متواجدين في فلوريدا وبأنهم سيتابعون ويؤيدون الرئيس السابق دونالد ترامب ويحملون اللافتات التي كتبت عليها اسمه. إذن نحن نتابع هذه الصور، وبكل الأحوال وصل موكب ترامب إلى مقر المحكمة في مدينة ميامي، ومن المتوقع أيضا أن يتوجه ترامب بعد هذه الجلسة التي ستوجه فيها اتهامات إلى الرئيس السابق أن يعود من جديد إلى نادي الجولف الخاص به في نيوجيرسي، ولكن قبل ذلك في ميامي، ثم يعود إلى نيوجيرسي من جديد بحسب ما يتحدث الكثير من الشخصيات القريبة منه، لتأكيد في كلمة أمام أنصاره هناك حول براءته، كما فعل سابقا عندما أيضا مثل أمام محكمة في منهاتن. إذن أود أن أذكر أيضا بأنه وصول ترامب إلى مقر المحكمة يرافقه استعدادات أمنية مكثفة في فلوريدا، تحديدا في ميامي. ذات الصورة حصلت سابقا في نيويورك عندما أيضا مثل ترامب أمام المحكمة هناك، وبالتأكيد سنبقى بمتابعة مستمرة لهذا المشهد وهذا السبق التاريخي الذي يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس السابق تحديدا دونالد ترامب، ونتحدث عن إجراءات أمنية مكثفة استعدت لها مدينة ميامي لمثول الرئيس السابق دونالد ترامب في إحدى
المحاكم الفيدرالية فيها. أود أن أذكر أيضا مشاهدينا من خلال هذه الصور التي نتابعها ووجود لتواجد أمني في تلك المنطقة في محيط المحكمة تحديدا، أود أن أذكر بأن ترامب يواجه في هذه المحاكمة التي ستنطلق بعد قليل، وبالتأكيد سنقوم بمتابعة كل مستجداتها خطوة بخطوة. سيواجه أكثر من 30 تهمة تم الحديث عنها عبر الوسائل الإعلامية، وذكرتها أيضا وزارة العدل الأمريكية، أكثر من 30 تهمة جنائية فيدرالية على خلفية حيازته لوثائق سرية بعد مغادرته للبيت الأبيض. وبالتأكيد ستكون هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة التي سنطرحها على ضيوفنا في هذه التغطية المتعلقة حول طبيعة هذه التهمة، ماذا تعني المثول أمام محكمة فيدرالية، وهل ستؤثر على المستقبل السياسي للرئيس السابق ترامب؟ ونحن نعلم بأنه أعلن عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2024. واللافت في هذه النقطة مشاهدينا بأن ترامب بحسب استطلاعات الرأي هو متقدم على منافسيه الذين قدموا أوراق ترشحهم عن الحزب الجمهوري، مايك بينس وأيضا رون دي سانتس. استطلاعات الرأي تتحدث عن فارق كبير بين ترامب ودي سانتس، ترامب 61% ورون دي سانتس حوالي 22%، وأصوات أخرى ذهبت لمايك بينس. بالنسبة لاستطلاعات الرأي التي نتحدث عنها في هذه المرحلة، هذه الصور مشاهدينا، توافد لأنصار ترامب، حمل لافتات تحمل اسم دونالد ترامب وحتى 2024 كما ألاحظ من أحد الأعلام المرفوعة، وهي إشارة عن تأييدهم لترشحه في الانتخابات الرئاسية التي ستحصل في نهاية العام 2024. وبالتأكيد سنبقى بهذه التغطية، وخصوصا أن أنصار ترامب ربما لم نشهد لهم وجود قوي في مدينة نيويورك الأمريكية، ولكن الآن في ميامي قد تتجه الأمور على نحو معاكس. بالتأكيد نحن أو نتحدث حتى الآن عن توقعات، ولكن بكل الأحوال سنبقى بمتابعة مستمرة خطوة بخطوة حول مثول ترامب أمام المحكمة في مدينة ميامي. سنستمع إلى التهم التي ستوجه إليه حتى الآن، ونحن نعلم بأنه التهم قد تصل إلى 37 تهمة تتعلق باحتفاظه بصورة غير قانونية بوثائق سرية في بيته، وذلك بعد أن خرج من البيت الأبيض. هذه الصور التي نتابعها، وجود للقوات الأمنية، وجود لأنصار من ترامب، وأيضا على ما يبدو بأنه سيارات الشرطة منتشرة في محيط مقر المحكمة في مدينة ميامي. بالتأكيد نتحدث مشاهدينا عن ربما إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. الأول كان عندما مثل ترامب أمام محكمة منهاتن في نيويورك، واليوم نتحدث عن مثوله أمام مقر المحكمة في ميامي، والتهم التي ستوجه إليه بالتأكيد سننقلها مباشرة ونطلعها عليكم. عموما الآن من أمام المحكمة في ميامي سينضم إلينا من هناك مراسل الحرة رضا أبو شفرة. رضا، كيف يبدو المشهد لديك، وكيف يبدو تحرك أنصار ترامب؟ بحسب ما نتابع عبر الصورة هناك توافد لا يستهان به من قبل أنصار ومحبي الرئيس السابق. نعم ميرا، هناك حشد كبير إن صح التعبير لأنصار ترامب هنا خارج المحكمة. بالمناسبة هو قد وصل إلى هذا المبنى على الساعة 1:50، أي قبل 17 دقيقة من الآن دخل إلى هذا المبنى عبر الباب الخلفي، أين الطريق هي مغلقة تلك الطريق، ويباشر الآن الإجراءات الروتينية مثل أخذ البصمات وأخذ ربما أيضا أخذ الصورة في انتظار أن يمثل أمام المدعي العام من أجل أن يقرأ عليه لائحة الاتهامات. طبعا لن تكون هناك اليوم محاكمة، بل فقط توجيه لائحة الاتهامات التي كما ذكرت أكثر من 30 تهمة متعلقة بحيازة وثائق سرية أمنية متعلقة بالأمن القومي
بطريقة غير قانونية، علما أنها مصنفة سرية ولم ترفع عنها السرية، وأيضا عدم أو إخفاء الحقيقة عن المحققين الفيدراليين من جهاز الـ FBI. طبعا الأجواء كما قلت هي أجواء مشحونة، هناك العديد من أنصار الرئيس ترامب، هناك تواجد إعلامي مكثف من قنوات محلية، قنوات وطنية، وأيضا قنوات دولية. هذا حدث دولي، العالم كله يتجه أنظاره إلى ما سيحدث اليوم داخل هذا المبنى، لكن غالبا سيقوم الادعاء بقراءة لائحة التهم على الساعة الثالثة، أي بعد 50 دقيقة تقريبا من الآن، وبعدها سيتبادل فريق المحاماة مع فريق الادعاء بعض الوثائق بخصوص هذه القضية. هناك نقطة مهمة ميرا، أنه المدعي العام أليكس جونز هنا في فلوريدا معروف أنه دائما يستعجل في القضاء في القضايا المتعلقة بالعدالة والقضايا الفيدرالية، لكن حسب الأصداء وحسب التقارير فإن فريق ترامب يريد أن يؤجل هذه المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، ربما حسب محللين كسبا للوقت وكسبا للعديد من النقاط. من المنتظر اليوم ليلا أن يلقي الرئيس ترامب غالبا خطابا في منتجع مارالاغو أمام أنصاره ليؤكد يدفع ببراءته ويؤكد أنه ضحية مؤامرة كما يؤكد دائما، وكما يرفع أنصاره، وهذا ما شهدناه رضا ربما التي تؤكد عندما صحيح. أيضا مثل أمام المحكمة في منهاتن. ولكن يعني بما أنه نتحدث عن مثل هذا اليوم التاريخي إن صح التعبير وفي السابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، على ما يبدو رغم كل هذا الوجود المكثف لوسائل الإعلام سواء كانت أمريكية أو دولية أو حتى عربية لتغطية هذا الحدث، إلا أنه بحسب المعلومات التي لدي هو ممنوع تواجد وسائل الإعلام داخل قاعات المحكمة، ممنوع أخذ صور للرئيس ترامب، وربما حتى يخرج من المحكمة ولا نعلم بأنه خرج. هل هذا الكلام دقيق رضا؟ نعم ميرا، هذا الكلام دقيق جدا. أمس مسائل الإعلام كانت قد طلبت من المدعي العام هنا أن يسمح لها بأن تنقل وقائع توجيه التهم إلى الرئيس السابق دونالد ترامب على المباشر بالصوت والصورة، لكن كان هناك قرار لقاضي فيدرالي منع ذلك ولم يسمح بذلك، ممكن لحساسية الموضوع حكم أن هذا رئيس أمريكا سابق، ولا يصح أن تنقل وقائع توجيه التهم له بالصوت والصورة. لكن بكل تأكيد هو سيدلي بتصريحات أمام أنصاره سواء على التلفزيون اليوم ليلا أو على وسائل التواصل الاجتماعي. نقطة أخيرة بعجالة لو سمحت، أنه الجميع هنا بعجالة، الجميع يطرح نفس السؤال، هل ستؤثر هذه المجريات القضائية على ترشحه؟ السؤال مطروح بقوة، الجواب بسيط جدا، هو أنه يحق لأي شخص في الولايات المتحدة إذا وجهت إليه التهم إذا دخل السجن حتى من داخل الزنزانة من حقه أن يترشح بحكم قوانين الأمريكية. رضا سأكتفي معك حتى هذه اللحظة، بالتأكيد سنبقى خلال هذه التغطية نعود إليك عبر نوافذ مختلفة. شكرا جزيلا لك حتى هذه الساعة. ومشاهدينا نناقش هذا الموضوع أكثر، ينضم إلينا الآن من ولاية فيرجينيا الأمريكية أستاذ القانون في جامعة فيرجينيا البروفيسور ساي بروكاش. أهلا بك معنا سيد ساي. بداية، في ضوء هذا المشهد الحاصل اليوم، ما خطورة التهم التي ستوجه للرئيس السابق دونالد ترامب؟ نعم، الخطر القانوني هو أن يدان الرئيس ترامب وأن يسجن لو تم تثبيت إحدى هذه الاتهامات في أو أمام المحكمة، وهو أمر جدي وقد يسجن الرئيس السابق. وهذه النقطة مهمة سيد ساي، يعني إذا ما دخلنا في تفاصيلها ونحن نتحدث عن سابقة تاريخية، كيف يمكن أن يسجن دونالد ترامب؟ هو
رئيس سابق في نهاية المطاف، هل سيوضع في سجن مع أشخاص آخرين؟ نحن نعلم بأن هناك أشخاص ربما لا يحبون ترامب، أشخاص قد يهجمون عليه. موضوع الحماية، موضوع تأمين الحماية للرئيس في حال تم التوجه إلى سجنه أو ثبتت عليه أحد التهم التي ستوجه إليه، هل هذا من الممكن أن يتم تطبيقه على أرض الواقع سيد ساي؟ نعم، من دون شك أنت على حق. لو حكم وسجن قد يواجه تهديدات في السجن، ولكن توفر له الحماية أيضا. الأمر يتعلق بإدانته أو عدم إدانته وبالحكم الذي سيصدر إن تمت إدانته. ونعرف أيضا أن الرئيس الحالي يمكنه أن يعفو عن الرئيس السابق. هناك إجراءات كثيرة يمكن أن تطبق، يمكن للقاضي أن يخفف مثلا من الحكم الذي يصدر بالرئيس لكي لا يوجه الرئيس السابق إلى السجن. ولكن حتى الآن ما زلنا في البدايات، لم تحصل المحاكمة حتى الآن. طيب سيد ساي، يعني لنوضح لمشاهدينا أكثر، ماذا يعني أن يواجه الرئيس السابق ترامب تهم فيدرالية؟ في نظامنا في الولايات المتحدة الأمريكية الناس غالبا ليس لديهم حصانة من جراء منصبهم أمام المقاضاة. كل مسؤول فيدرالي يمكن أن يحاكم لجرائم على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات، وبالتالي لا شيء يمنع رئيس سابق أو مرشح للرئاسات من أن يحاكم. هناك استثناء واحد يبدو وأنه الرئيس الحالي، وبالتالي إن كان الرئيس هو رئيس حالياً لا يمكن أن يدان، ولكن ترامب لم يعد رئيساً وبالتالي يمكن أن يدان، لذلك يواجه هذا الخطر. والسؤال المهم هو إن بدأت المقاضاة هل أو ما الذي يحصل إن أعيد انتخابهم؟ الآن لأنه رئيس سابق لا مشكلة، يمكن أن يحاكم مثلك أو مثلي أنا. طيب سيد ساي، في ضوء كل هذه المعطيات التي نتحدث عنها، ما إمكانية أن يلجأ فريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب بتأجيل محاكمته في حال ثبتت عليه التهم الموجهة إليه أو إحدى هذه التهم، تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، ما بعد عام 2024؟ هل هذا بالإمكان وهل هذا وارد من الناحية القانونية؟ أعتقد أن الدفاع سيحاول إبعاد هذه التهم لتأجيل أي مقاضاة ممكنة، لأنه غالبا هناك محاولات لتسريع المحاكمة، ولكن لا أعتقد أن ذلك سيكون سهلا الآن، ولا أعتقد أيضا أنه سيكون من السهل أن تعرقل هذه المحاكمة من قبل الدفاع. علينا أن ننتظر ونرى. في النظام الأمريكي إن كان للإدعاء أي براهين تظهر براءة المتهم، عندها يجدر على الإدعاء أن يقدمها. علينا أن ننتظر لنرى ما هي البراهين. أنا أتوقع أن تكون هناك محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية وأن نعرف النتيجة قبل الانتخابات. طبعا هناك أيضا إمكانية للطعن بالحكم ربما قبل الانتخابات. أنا لا أعتقد أن فريق الرئيس ترامب سيكون ناجحاً في تأخير هذه العملية لسنة ونصف، لأنها فترة طويلة جداً. ولكن في ضوء ما نتحدث عنه، يعني ترامب مثل قبل ذلك في محكمة منهاتن، اليوم في ميامي، إلى أي مدى نتحدث عن أنه ربما أيضا قد تطال ترامب المزيد من الاتهامات؟ في أول مثول له أمام محكمة منهاتن سيد ساي وجهت إليه حوالي 34 تهمة، اليوم الأنباء تتحدث عن 37 تهمة،
أرقام كبيرة لرئيس سابق، وفترة الانتخابات أنت وصفت بأنها طويلة، ولكن بكل الأحوال مع وجود هذا العدد من الاتهامات، ألا ترى بأنه في نهاية المطاف تمثل نوع من العراقيل أمام مسيرته لخوض هذه الانتخابات؟ أعتقد بالنسبة لغالبية الناس قد تكون هناك عراقيل، ولكنه هو سيخوض الانتخابات الرئاسية أيا كانت الاتهامات، ولو كانت اتهامات إضافية تأتي من جورجيا أو تتعلق مثلا بما حصل في السادس من كانون الثاني يناير، ذلك لن يوقفه عن أن يترشح. وأحيانا ليس عليه أن يحضر أو أن يمثل شخصيا في المحكمة. برأيي سيتمكن من أن يخوض الانتخابات، وبالنسبة إليه هذه الاتهامات على الأقل على المدى القصير تساعد في شعبيته، لأن الكثيرين من داعميه يعتبرون أنه مضطهد وبالتالي يدعمونه. وهذه النقطة لافتة، وخصوصا سيد ساي، أن استطلاعات الرأي تظهر دائما هذا التقدم الكبير لترامب وارتفاع شعبيته. هذا المثال حصل عندما مثل في محكمة بنيويورك، واليوم على ما يبدو أيضا ليلة أمس تحدثت أغلب استطلاعات الرأي عن تقدم كبير وارتفاع شعبية الرئيس السابق. السؤال الذي يطرح هنا سيد ساي، ومن الناحية القانونية، مهما وجه التهم للرئيس السابق يحق له الترشح للانتخابات، ولكن السؤال هنا كيف يمكن أن يصبح رئيسا ويمارس مهام عمله إذا حكم عليه وان اقتضى الأمر أن يوضع في السجن ربما؟ هناك سؤال مهم يتعلق بما قد يحصل لو أدين وسجن. هل ما يحصل إن فاز بالرئاسة؟ طبعا، وهنا ليس لدينا من سوابق وليس لدينا من أجوبة. صحيح. ولكن وزيرة العدل قالت إن الرئيس الفعلي لا يمكن أن يدان وأن يسجن، والمنطق وفق هذا الموقف يعني أنه لو أصبح رئيسا وهو في السجن يجدر أن يطلق سراحه لفترة الرئاسة ثم يعاد إلى السجن. وهنا إن أراد أن لا يسجن، أفضل طريقة له هو أن يصبح رئيسا. لديه محفز ليكون رئيسا، ليس لمصلحة البلاد فقط بل لكي يطلق سراحه أو لكي لا يسجن. الجواب ليس سهلا، وفقط لدينا اقتراح من قبل وزارة العدل أنه من غير الدستور أن يسجن الرئيس الحالي. ولكن لا شيء يقول أنه لا يمكن مقاضاة الرئيس السابق أو المرشح للانتخابات الرئاسية. لذلك وصلنا إلى ما نحن عليه. أود أن أعلق مشاهدينا على هذه الصور المباشرة ونتابع من خلالها توافد وتواجد أعداد من مناصري الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة ميامي، وذلك بناء على تهم ستوجه إليه. الأنباء تتحدث عن أكثر من 30 تهمة ستوجه للرئيس السابق دونالد ترامب. إذن أعود إليك من جديد سيد ساي، كنا نتحدث عن طريقة تعامل فريق الدفاع برأيك حول ما يواجهه الرئيس السابق ترامب، ولكن إذا ما عدنا بالتاريخ سيد ساي، يعني ريتشارد نيكسون استطاع تجنب المحاكمة، بيل كلينتون أيضا استطاع أن يتجنب المحاكمة، ولكن ألا ترى بأنه ترامب تحديدا قد يواجه مصير مغاير، لأنه عدد الاتهامات أصبح كبير وتكرار مثوله للمحاكم قد نشهد المزيد والمزيد خلال الأيام القادمة؟ نعم، أنت على حق، أعتقد أننا سنرى محاكمة. لا أعتقد أن الرئيس السابق سيعترف بأنه مذنب، ولا أعتقد أن الرئيس بايدن سيعفو عنه. الرئيس نيكسون عفى عنه الرئيس السابق في حينه، ولكن الآن لا أتوقع ذلك. كذلك فيما يتعلق بالرئيس كلينتون، هو توصل إلى اتفاق مع
الادعاء لكي لا يتهم أو لكي لا يحاكم، ووافق طبعا على بعض الحكم المخفف. لست أدري فيما يتعلق بالرئيس ترامب، قد يكون هناك اتفاق. الآن هو يرفض ذلك، قد نصل إلى مرحلة يحاول فيها أن يصل إلى اتفاق مع الادعاء العام. الآن الأمر مبكر. سيد ساي، هل لائحة الاتهام الثانية التي سنتابع تفاصيلها بعد قليل تمثل مرحلة قانونية جديدة قد تكون ربما أكثر خطورة بالنسبة للرئيس السابق ترامب؟ نحن لدينا 37 اتهاما رأيناهم منذ بضعة أيام. صحيح. وأعتقد بالمقارنة مع حالة نيويورك أن هذه المرة الأمر أكثر جدية وأخطر بالنسبة للرئيس السابق. هناك أشخاص كثر عملوا مع الرئيس السابق، قدموا المعلومات التي تقترح بأن الرئيس انتهك القوانين الفيدرالية على أكثر من مستوى، وبالتالي الاتهامات هذه أكثر جدية بكثير وسيكون من الصعب أن تضحك. في ضوء هذه المشاهد أود أن أعلق على هذه الصور التي نتابعها الآن وإياكم مشاهدينا لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب. هم متواجدون الآن في محيط المحكمة الفيدرالية في ميامي، يحملون لافتات ويرددون هتافات تأييدا لترامب. سيد ساي، في هذه النقطة البعض يرى بأن ترامب تمكن فعليا من شحذ أنصاره ولو بصورة جزئية وسط مخاوف من أن تتدهور هذه الصورة، وقد نشهد نوع من التصعيد أو الاشتباكات ربما مع القوات الأمنية. والنقطة الأهم بأننا لا يمكن أن ننسى بأن هناك ربما جزء لا يستهان به من أنصار ترامب يحملون أسلحة. هل من الممكن أن نشهد نوع من التصعيد فعلا في الساعات القادمة، أم أن القوات الأمنية المتواجدة في محيط المحكمة هي مستعدة لكل السيناريوهات؟ أعتقد أن هناك إمكانية. أعتقد أن الرئيس ترامب أقنع جزءا كبيرا من مناصريه أن هناك سوء عدالة وانحياز ضده، وإنه مضطهد من قبل الادعاء، ومن يصدق ذلك يعتبر أن الحكومة هي التي تضطهد الرئيس. وربما قد يكون هناك بعض التصرفات المتطرفة كما رأينا في 6 يناير كانون الثاني من العام 2001. أشخاص كثر توجهوا وحاولوا اجتياح مبنى الكابيتول والدخول عنوة إلى المبنى وقاموا بعمليات تدمير. كل ذلك يبقى ممكنا أن يكون بعض الغاضبين من تصرفات الحكومة يعملوا على التصرف بشخصه. اللافت أيضا سيد ساي بأنه أنصار ترامب في ميامي أكثر بكثير من أنصاره الذين أتوا وتوافدوا عندما مثل أمام المحكمة في نيويورك. كيف يمكن أن نفهم ذلك، وخصوصا أنه كان يتحدث ويوجه دعوات بصورة مستمرة لكل أنصاره عندما كان سيمثل في محكمة نيويورك في محكمة منهاتن لأن يخرجوا للتظاهر، ومع ذلك كانت الأعداد يعني ضعيفة مقارنة بأنصاره ومؤيديه اليوم؟ نعم، نقطة مهمة لم أعيها. أعتقد أنه لديه المزيد من المناصرين في فلوريدا مقارنة بنيويورك. هو فاز في فلوريدا وخسر في نيويورك. ربما الجواب بهذه البساطة أن مناصريه في فلوريدا أكثر. على كل سيد ساي بروكاش، أنا أشكرك جزيل الشكر من ولاية فيرجينيا الأمريكية، أستاذ القانون في جامعة فيرجينيا السيد البروفيسور ساي بروكاش، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، بالتأكيد سنبقى بمتابعة مستمرة لمثول ترامب أمام محكمة ميامي، ونحن وإياكم نتابع هذه الصور. أنصار ترامب تتزايد أعدادهم دقيقة كل دقيقة. بدأنا الحرة الليلة على رأس الساعة في تمام الساعة الثانية، الآن اقتربنا من انتهاء النصف الأول من الساعة. كنا نتابع توافد أنصار مؤيدي ترامب، نعرضها مباشرة على الهواء، وواضح بأنه الأعداد
الأعداد تزداد على نحو سريع. عموما مشاهدينا سنبقى بمتابعة مستمرة لهذا التطور اللافت، تفضلوا بالبقاء معنا بالتأكيد. أود أن أعلق أيضا على هذه الصور التي تظهر الآن على الشاشة لتوافد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مبنى المحكمة، حيث من المفترض أن يمثل ترامب أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي. ستوجه عليه اتهامات قد تصل إلى أكثر من 30 تهمة، نتحدث ربما عن 37 تهمة مشاهدينا. وترامب يعني تجدر الإشارة إلى أنه مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة عن الحزب الجمهوري. أنصاره بدأوا بالتوافد إلى الشارع منذ عشية هذه الجلسة. وترامب مشاهدينا أود أن أذكر بأنه سيكمل عامه 77 يوم غد، ولكنه متهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بصورة غير قانونية إلى مكان إقامته في ولاية فلوريدا بعد انتهاء ولايته في 2021. وأيضا يتهم بكشف أسرار أمريكية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية. أيضا مشاهدينا صناديق الوثائق السرية التي كان من المفترض أن يقوم ترامب بتسليمها لتكون في الأرشيف الوطني، احتفظ بها ترامب في منتجعه الخاص، وستكون من ضمن التهم التي قد توجه إليه أثناء مثوله للمحكمة. ومن المتوقع بعد انتهاء هذه الجلسة التي ستوجه فيها الاتهامات للرئيس السابق أن يعود ترامب من جديد إلى ناديه للغولف، وليؤكد أمام أنصاره كما يفعل بالعادة، ليؤكد على براءته وبأنه تتم توجيه كل هذه الاتهامات له بدوافع سياسية. تجدر الإشارة أيضا مشاهدينا بأن المحقق الخاص جاك سميث الذي يقود تحقيقات في قصة الوثائق السرية ينظر أيضا في دور ترامب في أحداث الكابيتول، وبينما ينظر محققون فيدراليون على مستوى الولاية في مساع لقلب نتيجة الانتخابات في عام 2020. هذه هي الصور مشاهدينا نتابعها وإياكم لأنصار الرئيس السابق ترامب يحتشدون أمام مقر المحكمة في ميامي. ومن المفترض يعني ربما خلال الدقائق أن يمثل الرئيس السابق ترامب أمام المحكمة وتوجه إليه الاتهامات. حتى الآن ربما لا يوجد ما هو واضح حول هذه الاتهامات، ولكن ما نشر عبر الوسائل الإعلامية عبر وزارة العدل الأمريكية أن هذه الاتهامات ستركز في نهاية المطاف وتحديدا حول موضوع تتعلق باحتفاظه بصورة غير قانونية بوثائق سرية. اللافت بأن ترامب في بداية الأمر كان ينفي أنه يحتفظ بهذه الوثائق، ثم بعد ذلك ربما تحدث عن أنه يمتلكها. نقطة أيضا لافتة، فريق الدفاع إحدى المحاميات عن ترامب تحدثت بأنه يحق للرئيس ترامب الاحتفاظ ببعض الوثائق التي بحوزته. ربما هذا ما سيعمل عليه فريق الدفاع عندما تتطور الأمور وتوجه إدانة واضحة للرئيس ترامب، وعندما ندخل مرحلة المحاكمة. نحن الآن نتحدث عن مثول ترامب لتوجه إليه التهم وليس لمحاكمة الرئيس السابق ترامب. أنصار ترامب يحتشدون أمام مقر المحكمة، وعلى ما يبدو أيضا بأن هناك تجمع كبير له في ولاية فلوريدا يبدون تعاطفهم وتأييدهم للرئيس السابق، يرفعون لافتات تحمل اسم ترامب وأيضا لافتات أخرى عليها 2024، بمعنى أنهم يؤيدون ترشحه للانتخابات الأمريكية الرئاسية وبأنهم سيدعمونه في تلك الانتخابات. في ضوء ما نتحدث عنه أيضا مشاهدينا، اللافت بأن استطلاعات الرأي أظهرت ارتفاعا لشعبية ترامب. هذا الأمر حصل للمرة الثانية أيضا عندما توجه للمثول أمام محكمة منهاتن. استطلاعات الرأي تحدثت عن ارتفاع لشعبية ترامب، ارتفاع فيما يخص المشاركة لحملته الانتخابية. الآن نتحدث عن مثوله أمام محكمة فيدرالية في ميامي. استطلاعات الرأي تعود وتؤكد على أن شعبيته بارتفاع. يجدر أيضا الذكر هنا بأنه ترامب يعتبر من
أقوى المرشحين الجمهوريين، هو بحسب استطلاعات الرأي نعود ونقول هو متقدم على منافسيه الذين قدموا أوراق ترشحهم، تحديدا رون دي سانتوس، وهناك فارق كبير بين الرجلين. إذن هذه هي الصور، هذه المشاهد التي ننقلها لكم مباشرة لتواجد أنصار ترامب في محيط المحكمة، وبالتأكيد نحن سنتابع كل هذه التفاصيل والتطورات خطوة بخطوة. الآن لمناقشة أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن بيتر ستروك، مؤلف كتاب مخترق والنائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لقسم مكافحة التجسس. أهلا بك معنا سيد بيتر. يعني نريد أن نفهم منك تفاصيل أكثر ربما قد تكون غائبة عن بال المشاهد. دعنا نبدأ بداية من فريق دفاع الرئيس ترامب. برأيك هل يتحضر هذا الفريق لمواجهة هجومية لحماية دونالد ترامب، سواء فتح النار على وزارة العدل وعلى الـ FBI، أم أن هذا الفريق سوف يتجه ليتعامل مع ما يجري مع الرئيس السابق بصورة منطقية وعقلانية دون أي هجومية ودون تحريك الشارع؟ نعم شكرا، وهو سؤال جيد جدا. هناك بعض الأسئلة تطرح لأنه يبدو أن المحامين لم يقرروا حتى الآن. الرئيس ترامب كذلك ما زال يتكلم مع بعض المحامين ويدرس إمكانية ضمهم إلى فريقه. بالنظر إلى الأشخاص الذين سيختارهم قد نقرر ما هو المسار المقبل وبالتالي سنرى. أما إن ركزنا على شخصية الرئيس ترامب فهو عادة يحب المواجهة، وقال على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات أمورا كثيرة. ربما كان المحامون ينصحونه بعدم قولها. ننتظر أن يكتمل فريقه للدفاع، وعندها يتفق المحامون ويحصلون على ضمانات أو على دراسات أمنية تتعلق بماضيهم، وعندما يبدأ عملهم نعرف تماما ما الذي سيفعلون. سيد بيتر، برأيك ما إمكانية أن يدعي الرئيس السابق ترامب بأنه رفع سرية عن هذه الوثائق، بمعنى أنها أصبحت غير سرية، هو قادر على الاحتفاظ بها، هو قادر على أن يدخل في تفاصيلها مع من يريد، هل هذا وارد؟ نعم، أعتقد أنه قد يحاول وقد يقول إنه رفع السرية عن هذه الوثائق، ولكن هناك نقطة مهمة في الاتهامات، هو أن هناك تسجيل بصوت الرئيس ترامب شخصيا يتكلم مع أشخاص آخرين ويقول أريد أن أريكم هذه الوثيقة ولكن لا يمكنني ذلك لأنها وثيقة سرية ولم أرفع السرية عنها عندما كنت رئيسا. فهكذا براهين بصوت الرئيس هو أمر بالنسبة للجنة المحلفين قوي جدا، يعني أن الرئيس يعرف أن هناك عملية رفع السرية وأنه لم يعتمد آلية رفع السرية حيال الوثائق في مارالاغو. وعندها ما قد يقوله المحامون لا يمكن أن يتعارض مع هذه البراهين. هناك نقطة لافتة سيد بيتر، بأن الرئيس جو بايدن وجدت لديه وثائق سرية في منزله في ديلاوير، أيضا بالنسبة لمايك بانس وجدت لديه أيضا وثائق سرية، هل ستوجه اتهامات إليهم في نهاية المطاف؟ هذه النقطة يركز عليها الرئيس السابق دونالد ترامب مرارا وتكرارا ويقول لماذا توجه الاتهامات إليه ولا توجه لغيره؟ حالتان مختلفتان في الواقع. في هذه الحالة وزارة العدل قالت إنها لن تقاضي نائب الرئيس السابق
بنس، وهناك استمرار في دراسة حالات الرئيس بايدن. هناك حالتان هما حالة بنس وحالة بايدن، ولكن يبدو أن كل الرجلين لم يدركا أن هناك وثائق سرية في حوضتهما، وعندما أدركا تعاملا بطريقة إيجابية مع الـ FBI، مع وزارة العدل، وسمحوا للمحققين أن يقوموا بزيارة منازلهم أو مكاتبهم أو غيرها والبحث عن أي وثائق سرية وأخذها. نقارن هذا التصرف بالتصرف المفترض للرئيس السابق ترامب. هو لأكثر من سنتين حاول أن يمنع الحكومة الأمريكية من استعادة الوثائق السرية التي كانت بحوضته، ووفق الاتهام أيضاً تواطأ مع الآخرين لإخباء بعض المعلومات والوثائق وعدم إعادتها إلى وزارة العدل. فالفارق كبيراً جداً يتعلق بطريقة تفكير الرئيس ترامب وفي رغبته بالمحافظة على معلومات يجدر أن لا يحافظ عليها، ونقارن بالسيد بايدن والسيد بنس وهما فعلا العكس تماماً. حال علمهما بوجود هذه الوثائق تعاملوا بطريقة إيجابية مع الـ FBI والمحققين. في حال توجيه إدانة واضحة للرئيس ترامب، في حال فعلا ثبتت عليه إحدى هذه التهم وحكم بسجنه، هل من الممكن فعلا أن يسجن الرئيس السابق دونالد ترامب؟ هو رئيس سابق في نهاية المطاف وقد يكون لديه أعداء، هل من الممكن أن يوضع مع أشخاص آخرين؟ أليس من الممكن أن يتعرض لهجوم؟ ربما قد طرحت هذا السؤال على أحد ضيوفي وتحدث بأنه قد تكون هناك تأمين للحماية له، ولكن يعني كيف يمكن تحقيق ذلك واقعيا سيد بيتر؟ سؤال جيد جدا وسنطرحه ربما في المستقبل البعيد. طبعا هناك مخاوف تتعلق بأمن الرئيس، طبعا لا نريد أن نضعه أيضا في أماكن أو في سجن يبقى فيه منفردا. لو تمت إدانته ولو سجن، عندها ستكون هناك مناقشات معمقة حول كيفية اعتقاله وسجنه والتأكد من أمنه وسلامته، ولكن هذا السؤال يطرح بعد فترات طويلة ما زال الطريق طويل أمامنا. حتى الآن نفترض أن الرئيس بريء كما يجدر، لأن الشخص يعتبر بريئا حتى يدان، وعندها نتحضر لإمكانية حصول محاكمة، وإن حصلت محاكمة إن كان قد يدين. وبحسب العاجل عبر شاشة الحرة، يبدو بأن ترامب يدفع ببراءته من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية. على كل سيد بيتر، دعنا نتحدث أيضا عن الجانب الأمني والمخاوف الأمنية بالنسبة لهذا اليوم. هل تتوقع أن تتسارع الأحداث، أن تتصاعد، أن ينفعل أكثر أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يخص الاتهامات التي ستوجه إليه؟ يعني ما المتوقع خلال الساعات القادمة من أنصاره؟ أعتقد أن تصرف الرئيس السابق ترامب وما نسمعه من القادة الجمهوريين الكبار، وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة ووسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك عزز الحماسة. وأنا قلق من دون شك، من أن أولا أقول أن الغالبية الكبرى من مناصري الرئيس ترامب مسالمون، ولكن يكفي أن تكون هناك حفنة من الأفراد ربما يعانون من ظروف عقلية أو ربما هم ينجذبون إلى العنف، قد يقرروا مثلا أن يستعملوا العنف بطريقة أو بأخرى. عندما نسمع الرئيس السابق يقول لأنصاره أنه هو سيأتي بالحق لهم، أو أن يقول لهم أيضا أنهم أيضا هم مضطهدون، أنه هو يقف بينهم وبين الحكومة، كل هذه الأمور من دون شك تجيش وتغضب وتعزز المشاعر. أنا قلق اليوم وفي الأيام المقبلة وطوال كل هذه الفترة وصولا إلى المحاكمة، هناك مخاطر في أن يكون هناك عنف. سيد بيتر، هناك نقطة أود أن أناقشها معك. بحسب العديد من التقارير تتحدث عن أن هناك حوالي
مليار وثيقة سرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لا أدري إن كان هذا الرقم منطقي أو مبالغ فيه، ولكن نتحدث عن حوالي مليار وثيقة. ألا توجد عملية لإتلاف هذه الوثائق السرية أو التخلص منها؟ وكيف يتم احتفاظها سيد بيتر؟ يعني العدد كبير جدا، ولا أعلم إن كان يعود لسنوات طويلة جدا. نعم، صحيح أن هناك أرقاما كبيرة جدا من هذه الوثائق تتعلق بالحكومة وما يحيط بها، وهناك عدد كبير من الأشخاص لديهم إمكانية العمل أو التعامل مع هذه الوثائق. ولكن كل شخص يمكنه بعد تدقيق أمني أن يتعامل مع هذه الوثائق. كل شخص لو فعل ما فعله الرئيس لواجه الاتهامات ذاتها وبطريقة مبكرة أكثر بكثير. هذا أولا. وثانيا، المعلومات ونوع المعلومات السرية التي تصل إلى الرئيس الأمريكي هي أكثر حساسية بكثير من الوثائق الأخرى، فيها المزيد من التفاصيل وفيها مصادر حساسة كانت بشرية أو تقنية، كمثلا ساتل أو قمر اصطناعي أو طرق معقدة للحصول على بعض البيانات. ولكن المعلومات السرية التي تصل إلى الرئيس غالبا تكون خطيرة وحساسة إلى حد كبير. هناك معلومات كبيرة، ولكن هناك أيضا آليات واضحة ومحددة للتعاطي مع هذه المعلومات والمحافظة عليها. وكل شخص لديه تدقيق أمني يعرف هذه الآليات، ومن الواضح أن الرئيس لم يتبع هذه الإجراءات أو الآليات. سيد بيتر، يعني شهدنا جلسة لمثول الرئيس السابق في محكمة بنيويورك واليوم في فلوريدا. السؤال، كيف تحدد الولاية التي يمثل فيها الرئيس السابق؟ بناء على ماذا يكون ذلك؟ هل على المخالفات أو التهم التي ارتكبها في ذات الولاية، أم كيف تحديدا؟ نعم، عادة تتم أو يتم توجيه التهم في الولاية التي تحصل فيها المخالفة. مثلا ما حصل في نيويورك، كانت هناك بعض النشاطات التي قام بها عندما كان في مدينة نيويورك قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك حصلت الإجراءات في نيويورك. أما في هذه الحالة فغالبية المخالفات حصلت في منزله في مارالاغو. مثلا أنه حاول أن يخفي المعلومات السرية من الحكومة بدل أن يسلمها، أو أنه ربما عمل مع شخص آخر ليمنع المدعين من الحصول على بعض المعلومات. كل هذه المخالفات حصلت في مارالاغو، والوثائق أيضا كانت موجودة في مارالاغو. لذلك من المنطقي أن توجه هذه التهم في فلوريدا. كذلك فيما يتعلق بولاية جورجيا، هناك أيضا مدعي عام يدرس تصرف الرئيس ترامب المتعلق بالانتخابات، وإن كان قد انتهك قوانين ولاية جورجيا الانتخابية. وهنا نتوقع أيضا أن توجه التهم إلى ترامب في ولاية جورجيا لأنه قام باختلافات تتعلق بهذه الولاية. هكذا يحصل غالبا. لذلك نرى كل هذه الأماكن تختلف. ربما السؤال هنا في نهاية المطاف، يعني برأيك سيد بيتر، ما الغاية من أن يحتفظ الرئيس السابق بكل هذه الوثائق السرية إن كانت ستجلب عليه كل هذه المشاكل والمصاعب في نهاية المطاف؟ سؤال ممتاز، وهو سؤال ربما يطرحه الكثيرون في الخارج وفي الحكومة. رأينا في الاتهامات أن رئيس ترامب استعمل بعض هذه الوثائق، على الأقل وثيقة
واحدة سرية عسكرية تتعلق بعمليات عسكرية ضد إيران، حاول أن يستعملها ليقود الجنرال ميلي قائد هيئة الأركان المشتركة، وربما حافظ على هذه الوثيقة ليقود بعض الأشخاص. ولكن هذه هي نظريات حتى الآن. ربما يريد أيضا أن يظهر أنه مهم أن يحصل على دعم، أن يظهر أنه شخص ما زال لديه أهمية. السؤال ممتاز، خاصة وأنه في نهاية المطاف أعطي أكثر من فرصة طوال أكثر من سنة لإعادة هذه الوثائق ولم يفعل، وبالتالي كان مهما بالنسبة إليه أن يحافظ عليها. وأعتقد أن هذا السؤال سيحاول المحققون أن يجدوا ردا له، لماذا حافظ على هذه الوثائق ووضع نفسه في مشكلة كبيرة يواجه فيها اتهامات وربما سجن. أشكرك جزيل الشكر ضيفي من واشنطن بيتر ستروك، المؤلف كتاب مخترق والنائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لقسم مكافحة التجسس، شكرا لك. والآن أرحب مع شبكة مراسلين من أمام المحكمة في ميامي. معنا رضا بو شفرة من البيت الأبيض، مراسل الحرة هشام بورار من الكونغرس، معنا عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم جميعا. بالتأكيد رضا أبدأ معك، وكيف يبدو المشهد؟ هل دخل ترامب؟ هل وجهت الاتهامات إليه؟ لو تنقل لنا مستجدات المشهد لديك. نعم ميرا، بعد أن دخل وتم بداية إجراءات الحجز من أخذ الصور وأيضا بصمات الأيدي، تمت قبل قليل قراءة لائحة الاتهامات على الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه اللائحة تتضمن كما ذكرنا آنفا 37 تهمة. هو حسب ما وصلنا من المعلومات قد نفى كل التهم الموجهة إليه ودفع بالبراءة. الآن لم يبقى إلا القليل من الوقت حيث سيلتقي فريق المحامين مع فريق الادعاء العام، وبعدها يغادر الرئيس بعد حوالي ممكن نصف ساعة من الآن، وسيتوجه إلى ولاية نيوجيرسي حيث يمتلك هناك منتجع للغولف المعروف بباد مينستر. يعني رضا لن يبقى في ميامي كما كنا نتحدث سابقا ونقول بأنه سيغادر المحكمة ويجتمع بأنصاره في ميامي، إنما سيغادر مباشرة ويعود إلى نيوجيرسي ويلقي خطابه أمام أنصاره هناك. نعم، غير مؤكد إن كان سيلقي خطابا أمام أنصاره، لكن مؤكد أنه سيلقي كلمة عبر الفيديو وممكن ينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هو تقريبا نفس السيناريو الذي عشناه قبل 3 أشهر حين مثل أمام المدعي العام لمدينة نيويورك في التهم المتعلقة بتقديم رشاوى للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز. أيضا ميرا، من المؤكد أنه اليوم كان فيه تجمع لبعض من أنصار ترامب هنا أمام المحكمة، كان فيه مخطط أمني كبير، لم تسجل أي حوادث أمنية ولا حتى جسدية ولا حتى لفظية. كان هناك تظاهر لجماعة ترامب بصفة سلمية جدا ولم تسجل أي حوادث. الكل ينتظر خروج ترامب والتصريح الذي سيدلي به فور وصوله إلى مدينة باد مينستر أو منتجع باد مينستر في ولاية نيوجيرسي ليلة اليوم. طيب دعني أنتقل إلى هشام بورار مراسل الحرة من البيت الأبيض. يعني هشام، هل يمكن أن نقول بأنه لا توجد تصريحات، البيت الأبيض غائب عن ما يتعرض له ترامب اليوم؟ بكل تأكيد ميرا، وليست مفاجئة، ولا الصمت ليس مفاجئة، لا سيما أنه اختيار استراتيجي بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما أنه يريد أن يتحشى أي شبهات لتدخل سياسي في هذه الإجراءات القضائية التي أصلا يقول فيها الجمهوريون ورئيس ترامب وأنصاره يتهمون الديمقراطيين بأنها مطاردة للرئيس الأمريكي بدوافع سياسية. لذلك الرئيس الأمريكي يريد أن يبقى بمنأى عن ما
ما يجري. ليس الرئيس الأمريكي أيضا شخصية سياسية كثيرة تريد أن تبقى، لا سيما أنه ليس أيضا المتهم الرئيس السابق بل أيضا مرشح في هذه الانتخابات الرئاسية اللي يواجه الرئيس الأمريكي الحالي الذي ترشح لولاية ثانية. لكن طبعا الرئيس الأمريكي يدرك أن هذه الأحداث التي تجري في ميامي ستكون لها تداعيات كبيرة على الانتخابات والحملات الانتخابية، ولا سيما ستكون موضوع حاضر بقوة خلال المناظرات التلفزيونية داخل المعسكر الجمهوري، وأيضا في مناظرة محتملة مع الرئيس الحالي في عندما نتجاوز مرحلة الانتخابات التمهيدية. لا شك البيت الأبيض يدرك أنه في مرحلة ما يجب على الرئيس الأمريكي أن يعلق على ما يحدث، لكن حتى الآن يريد أن يترك المسار القانوني يأخذ مجراه، لا سيما أن الرئيس الأمريكي لا يحتاج إلى التعليق على كل فصل من هذه الفصول، ونحن ندخل إلى طبعا تجربة ليست قضائية بل سياسية أيضا في الولايات المتحدة لرئيس سابق. لا أحد يعلم كيف سيتم ترتيب المسار القضائي أمام محكمة فيدرالية في ميامي مع مسار الانتخابات الرئاسية، لا سيما أن الدستور الأمريكي يسمح للمرشح بخوض حملته الانتخابية وبالحضور في تجمعات انتخابية ومناظرات. وربما لا شك أن فريق الرئيس ترامب سيستغل ذلك، سيوظف هذا الحق الدستوري بالأحرى من أجل حماية مساره السياسي وجعله بمعزل عن هذا المسار القضائي، على الأقل إلى حد أنه لن يؤثر عليه. لا نعلم إن كانت هذه المحاكمة وهذه الإجراءات ستشهد فصولها اللاحقة خلال الحملة الانتخابية أو ربما بعد 2024، وهو محتمل أيضا. واللافت هشام بأنه ما نتحدث عنه هو أمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هناك ربما نصوص ودستور واضح، ولكن ما يتعرض له الرئيس السابق ترامب التفاصيل كثيرة، وربما قد نشهد أيضا مجريات جديدة. سأنتقل الآن إلى الكونغرس مع عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أعرب عن استيائه لاستدعاء الرئيس السابق للمثول أمام محكمة فيدرالية اليوم، ووصف اليوم بأنه مظلم للولايات المتحدة الأمريكية. نعم ميرا، ردود الأفعال في الكونغرس متباينة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فلنبدأ بمجلس النواب وبتصريح كيفن مكارثي وتحت عنوان مصائب قوم عند قوم فوائده. فبسبب هذه المحاكمة نستطيع القول أن هناك هدنة كبيرة جدا الآن بين كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي وبين أعضاء حزبه من تجمع الحرية الاثني عشر عضوا الذين كانوا ينوون أن يكون هناك مشروع قانون تحت الطاولة يتم التحضير له لإقالة رئيس مجلس النواب. وبسبب ما حدث للرئيس السابق دونالد ترامب الآن التحم الطرفان حتى يكون هناك موقف واحد من الحزب الجمهوري داخل مجلس النواب يعبر عن الإدانة الكاملة لهذه المحاكمة. بل صرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أيضا وقال سيكون هناك محاكمة أو ما يشبه بجلسات نقاش لسبب هذه المحاكمات المتكررة التي وصفها مكارثي بأنها محاكمات سياسية بحتة. على الجانب الآخر الديمقراطي في مجلس النواب يقولون لزملائهم الجمهوريين دعونا من كل هذه التصريحات ودعوا العدالة تأخذ مجراها. أيضا كان هناك تويتة وتم حذف هذه التغريدة لكلي هيغنز وهو عضو مجلس النواب الجمهوري من تجمع الحرية الذي قال نصا ليكون هناك عنف من أنصار ترامب في ميامي بولاية فلوريدا لرفض هذه المحاكمة. ولكن هذه التغريدة وإن تم حذفها بالفعل كان لها الكثير من التعليقات من الجمهوريين أنفسهم. مثلا لينزي جرام عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الذي قال نحن ضد العنف ومع التظاهر السلمي. نذهب الآن إلى مجلس الشيوخ، الأمور أقل حدة بكثير، لا يوجد دعم قوي أو حتى لا يوجد أي نوع من الدعم من زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل الذي صرح قبل قليل
أو لم يرد أن يصرح ولم يرد التعليق على إن كان يدعم هذه التحقيقات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، أو حتى إنه سيدعم الرئيس السابق دونالد ترامب في حال فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ولكن هناك أيضا بعض من الجمهوريين يقولون سنحقق مع هانتر بايدن بنفس الأسلوب الذي يحقق معه القضاء الأمريكي مع ترامب. وقال بالتحديد تشاك غراسلي، وهو عضو جمهوري بلجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، قال إن كان لديهم صوت وتسجيل صوتي يدين الرئيس السابق دونالد ترامب، فلدي أنا شخصيا صوت مواطن أمريكي يدين عائلة بايدن ويدين الرئيس الأمريكي جو بايدن بتلقي رشوة بحوالي 5 مليون دولار لتسهيلات بعض الأمور التجارية الدولية. أيضا جوش هولي، وهو من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، استنكر هذا الحدث بشدة، وهم هؤلاء يعتبروا قلة في مجلس الشيوخ الذين يقفون بشدة بجانب الرئيس السابق دونالد ترامب. ميرا، شكرا جزيلا لكم حتى هذه اللحظة، مراسل الحرة من الكونغرس عبد الرحمن البرديسي، من البيت الأبيض هشام بورار، ومن ميامي رضا بو شفرة، شكرا جزيلا. مشاهدينا، نعود ونتابع وإياكم هذه الصور المباشرة لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وأمام مبنى المحكمة الفيدرالية التي مثل الرئيس السابق فيها اليوم، ووجهت إليه 37 تهمة. أبرز الأنباء التي أتت من ميامي تفيد بأن ترامب دفع ببراءته من التهم 37 التي وجهت إليه، ودفع ببراءته أيضا من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية. وأيضا الأنباء تحدثت بأن المحكمة الفيدرالية سمحت لترامب بمغادرة المحكمة دون شروط، هذا ما أتى حتى هذه اللحظة. إذن أيضا اللافت مشاهدين بأنه هناك توافد كبير لأنصار ومؤيدين ترامب. مراسلنا من ميامي قبل قليل أكد بأن هذه التظاهرات، هذه الحشود سلمية، لم تشهد أي اشتباكات ولا مناوشات ولو حتى تبادل بالألفاظ مع القوات الأمنية. هم يتظاهرون ويؤيدون دعمهم لدونالد ترامب ويرفعون اللافتات المؤيدة له. بحسب مراسل الحرة، هو تحدث قبل قليل وقال بعد انتهاء هذه المحكمة سيتجه الرئيس السابق إلى نيوجيرسي من جديد. هو أتى منها لحضوره ومثوله أمام محكمة ميامي الفيدرالية، ثم سيعود من جديد إلى نيوجيرسي. مهمة جدا نقطة الاستعدادات الأمنية التي تحضرت لها القوات الأمنية في ميامي، نشرت تعزيزات عسكرية كبيرة وهي على أهبة الاستعداد، بحسب ما أشارت إليه السلطات الأمنية بأنها نشرت أعداد كبيرة من القوات الأمنية في مختلف المناطق في مدينة ميامي، تحديدا في محيط مبنى المحكمة. نتابع هذه الصور. من المفترض ربما أن يتوجه ويخرج الرئيس السابق من مبنى المحكمة في أي لحظة، قد يتم نقله عبر وسائل إعلام، نقل الصور أقصد، وقد فعلا من الممكن أن يعني يذهب بموكبه الخاص وبعيدا عن المحكمة يتم التقاطه عبر الصور الملتقطة من قبل الدرون أو المسيرات. إذن مشاهدينا، هو يوم طويل وحافل، كل الأنظار كانت تتجه إلى ميامي. هذا المشهد سبقه قبل ذلك أيضا مثول ترامب في محكمة في نيويورك في منهاتن، وجهت إليه 34 تهمة، اليوم توجه إليه 37 تهمة. ورغم كل ما يتعرض إليه الرئيس السابق دونالد ترامب، هو يصر على أنه بريء، ويصر أيضا على أنه سيشارك في الانتخابات القادمة عن الحزب الجمهوري، الانتخابات الرئاسية في 2024. كان هناك تأييد كبير من قبل الجمهوريين لما يتعرض له الرئيس، بمعنى الرئيس السابق، بمعنى أنهم يؤيدون الرئيس السابق ترامب. نتوقف حول ما قاله رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي، وهو من الجمهوريين، أعرب عن استيائه لاستدعاء الرئيس السابق ترامب للمثول أمام محكمة فيدرالية
ووصف اليوم بأنه يوم مظلم للولايات المتحدة الأمريكية. كان أيضا ربما هناك ما يتماشى مع هذه التصريحات التي صدرت عن كيفن ماكارثي. رون دي سانتس أيضا أعلن تأييده للرئيس السابق مايك بينس. أيضا هو يعني التأييد فيما يخص على ما يبدو بأنه هذه الاتهامات التي توجه لترامب في نهاية المطاف ذات دوافع سياسية. هذا على ما يبدو بأنه الواضح بالنسبة لمن يدعمون الرئيس السابق ترامب أو يقفون معه. نتابع إذن من جديد توافد لأنصار ترامب أمام مبنى المحكمة. هم يتواجدون منذ ساعات الصباح. أيضا هناك تواجد للصحفيين ووسائل الإعلام، مع أنه المحكمة الفيدرالية منعت دخولهم، منعت أن يقومون بالتصوير من داخل مبنى القاعة. ونتابع إذن وإياكم كل هذه التفاصيل لحظة بلحظة مشاهدينا. التهم التي توجه لترامب ربما هي أصبحت معلومة الآن ولافتة أيضا، وهي احتواء أو احتفاظ الرئيس السابق بصناديق لوثائق سرية كان من المفترض أن يقوم بتسليمها لتكون في الأرشيف الوطني. دونالد ترامب احتفظ بها في منزله، وذلك بعد انتهاء ولايته. ومن المتوقع كما ذكرنا قبل قليل عندما تنتهي عملية مثول ترامب أمام المحكمة أن يعود من جديد إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية. أيضا أود أن أذكر بأن المحقق الخاص جاك سميث الذي يقود تحقيقات في قصة الوثائق السرية ينظر أيضا في دور الرئيس السابق في أحداث الكابيتل 2021. عموما ندخل في تفاصيل أكثر ومناقشة أكثر. ينضم إلينا الآن من ولاية فيرجينيا الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز إدوارد جوزيف، ومن ولاية كولورادو الأمريكية معنا المخطط الاستراتيجي للحزب الجمهوري إيلي بريمير. أهلا بكما. ربما أبدأ معك سيد إيلي من هذا المشهد. ترامب من جديد أمام المحكمة، كيف تنظر لما يجري اليوم؟ أعتقد أنه يوم حزين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس السابق يدينه محلفون، وطبعا الاتهامات جدية. أنا منذ بضعة أيام لم أكن أصدق أن هذه الاتهامات ستكون بهذه الجدية، ولكن يبدو أنها جدية. أكنا من الجمهوريين أو من الديمقراطيين سنقول لابد أن نقلق حيال ما يحصل اليوم في أمريكا. ولكن لماذا سيد إيلي، يعني لماذا يوصف بهذا اليوم بأنه يوم حزين؟ أليست هذه هي الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولا أحد فوق القانون، لا رئيس ولا غيره. هذا صحيح، لا أحد فوق القانون. هناك مخاوف من ناحية الجمهوريين بأن الرئيس السابق قد استهدف لأغراض سياسية، وهو سؤال منفصل عن ما حصل في الواقع. رأينا في إدارة الرئيس بايدن أن هناك اتهامات ومقاضات من جهة واحدة. ربما هناك أيضا فساد من الجهتين، من جهة الحزبين. الرئيس بايدن متهم أيضا بالحصول على بعض الأموال، وهناك تحقيق يجري في هذا الإطار. وأنا كجمهوري يؤسفني أن يكون هناك اتهامات جدية فيما يتعلق بالرئيس السابق. أتمنى أن تكون المؤسسة القضائية في أمريكا متساوية في تعاملها مع كل الأشخاص، أكانوا من الحزب الجمهوري أو من الحزب الديمقراطي. سيد إدوارد جوزيف، أهلا بك معنا من جديد. برأيك هل فعلا هناك دوافع سياسية وراء كل ما يتعرض له الرئيس السابق دونالد ترامب؟ نسبة كبيرة جدا من الجمهوريين إن لم تكن الأغلبية ينظرون على هذا النحو، ما رأيك؟ إن كانت هناك مبررات سياسية فذلك لن يساعد الديمقراطيين، لأننا رأينا أن أرقام الرئيس ترامب من حيث
شعبيته تزداد، كلما واجه مشاكل كلما ازدادت شعبيته. إن كانت هناك نوع من المؤامرة الديمقراطية فهي فاشلة، والجميع كان يدرك أنها لن تنجح. على العكس، الآن نرى العدالة تأخذ مجراها. هذا هو الواقع. هذه الاتهامات هي اتهامات خطيرة جدا ضد الرئيس ترامب. ونحن أيضا رأينا ويليام بار وهو وزير عدل الرئيس ترامب تكلم بوضوح على فوكس نيوز وهي المنصة المفضلة لدونالد ترامب. قال إن ترامب ليس ضحية، وأنه حتى لو نصف هذه الاتهامات قد تم تأكيدها، هذا يعني أن الرئيس ترامب سيواجه مشاكل كبيرة جدا. لا أحد أعتقد في الحزب الجمهوري يمكنه أكثر من ويليام بار الذي كان وزيرا للعدل أن يتكلم عن هذا الموضوع، وهو يقدم الحجج والبراهين. ولأنه كان في المؤسسة يعرف أنه لم تكن هناك أي أمور أو براهين تتعلق بقضية هيلاري كلينتون، ولم تكن هناك إمكانية لمقاضاتها. وأتكلم عن وزارة العدل مع الرئيس ترامب، كذلك المفتش العام في حينه لم يكن لديهم ما يكفي من الوقائع لقيام قضية ضد هيلاري كلينتون. لحظة، هنا لدينا اتهامات تتعلق بهانتر بايدن ابن الرئيس بايدن، وهذه الاتهامات يتم التحقيق بها، وقد يحاسب هانتر بايدن لاحقا لهذه التهم. أما أن نقول أن هناك تعامل مزدوج فهذا غير صحيح. هناك تحقيقات تتعلق بالوثائق السرية المتعلقة أيضا بالرئيس بايدن وبنائب الرئيس. طيب سيد إدوارد، اللافت التوقيت، يعني نتحدث ربما تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية حوالي عام ونصف، ومنذ بداية ربما هذا العام بدأنا نسمع إلى مجموعة من الاتهامات توجه بطريقة قوية أقوى من السابق نحو الرئيس السابق، وبدأت عملية المثول أمام المحكمة. لماذا لم تبدأ هذه الخطوات في وقت سابق؟ عملية التوقيت مهمة جدا في هذه المرحلة. لأننا نحتاج إلى وقت للتحقيق الدقيق. لكن سيد إدوارد، من الممكن أن يدخل ترامب في السباق الانتخابي، ومن الممكن أن يفوز أيضا، وقد تبقى هذه الأمور معلقة. نعم، دعيني أتكلم أولا عن التوقيت. لأن وزارة العدل لو عجلت بهذه الإجراءات لقال الرأي العام هم يسرعون في الاتهام والمقاضاة وليس لديهم البراهين ولم يتخذوا الوقت الكافي للتحقيق. نحتاج إلى وقت لتكون لدينا عملية وإجراءات مهنية. جاك سميث هو ليس جمهوريا ولا ديمقراطيا في تسجيله، وهو شخص مشهور لأنه مهني ولديه القدرات الملائمة للتحقيق ويحترم القانون. هذه هي سمعته، هو ليس شخص حزبي. وفيما يتعلق مجددا بالتأثير السياسي، التأثير السياسي لا يساعد الديمقراطيين بل يساعد ترامب. والجمهور عليه أن يفهم أنه حتى لو تمت إدانة دونالد ترامب، نعرف أيضا أن القاضي الذي يحاكم الآن هو قاض سماه دونالد ترامب، وبالتالي يمكنه أن يتأكد أن القاضي سيكون إلى جانبه. هو سمى القاضي المسؤول عن هذه القضية، وحتى لو أدين يمكنه أن يستمر في خوض الانتخابات الرئيسية، ليس في الدستور ما يمنعه من ذلك. مجددا، إن كانت هناك مبررات سياسية فهي ليست لمصلحة الديمقراطية. سيد إلي، لطالما سعى ترامب إلى
إلى استغلال المشاكل القانونية المتصاعدة لمصلحته الانتخابية، ومن أن المدعين الديمقراطيين يدفعون القضايا للإضرار بحملته الانتخابية في 2024. برأيك من المرجح أن يبقى ترامب يعتمد على هذا النهج؟ نعم طبعا هو يعتمد هذا النهج، وكما قال الزميل لقد ساعده سياسيا في الإطار الجمهوري أن تكون هناك قضية، والديمقراطيون سيستعمل ربما هذه القضايا إن أصبح ترامب مرشح الحزب الجمهوري، ربما هذا هو الهدف. وبعد ذلك إن كانت هناك انتخابات عامة لا أعتقد أن غالبية الأمريكيين سترحب بانتخاب رئيس قد يدان بارتكاب مخالفات كبيرة، فشعبيته تزداد بين الجمهوريين، ولكن في الانتخابات العامة لا. الأمر معقد على أي حال، ولكن السياسة لابد من أن تكون تلعب دورا في هذا الإطار. سيد إدوارد، إذا ما توقفنا عند استطلاعات الرأي وإظهار هذه الاستطلاعات، استطلاعات الرأي إظهار ارتفاع شعبية الرئيس السابق، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ وخصوصا أن التهم التي توجه لترامب تحديدا بالنسبة لليوم تعتبر ربما أكثر خطورة من التهم التي وجهت إليه في محكمة منهاتن، ومع ذلك ما زال ترامب يحظى بشعبية تتجه إلى التصاعد. أعتقد هناك عدة عوامل. أولا لديه قاعدة من الجماهير ستبقى معه أيا كان الواقع، لا شيء يقنعهم. نتذكر ما قاله هو شخصيا، أي الرئيس السابق ترامب، كان واضحا في هذا الإطار. نتذكر كلامه، قال يمكنني أن أطلق النار على شخص في الجادة الخامسة في مدينة نيويورك وأحافظ على شعبيتي. هذا ما قاله هو بوضوح، ولدينا بالتالي مجموعة من أنصار ترامب لا تهتم بالوقائع، هي مقتنعة أن ترامب هو يقف ويدافع عنا، وطبعا هو يدافع عن نفسه، وكل شخص إلى جانبه كبول نالتا طبعا يتخلى عنه ويدان. هذا هو الواقع المحزن. كل من يعرف حقيقة ترامب يعرف أنه يستغل الأشخاص ويفرط في سوء معاملاتهم، هذا هو الواقع. ولكن للأسف كثيرون يتبعون هذا الشخص. ثم هناك الجزء الثاني، لدينا المحاكمة أيضا التي قد تأتي والتي تحتاج إلى وقت طويل، ونحن رأينا ردة الفعل عندما توجه الـ FBI إلى مارالاغو للحصول على هذه الصناديق، والآن يقولون هذه حرب وهذا أمر مشين إلى آخره. ولكن الآن لدينا وقائع، كما قال ويليام بار، أذكر أنه كان وزير عدل ترامب، قال إن تصرف ترامب كان غير مسؤول، وأن ترامب انتهك الأمن القومي الأمريكي، وأن أي أمريكي مواطن محب لبلاده يريد حماية الأمن القومي يجدر أن يدهش لهذا التصرف غير المسؤول من قبل الرئيس السابق. ولكن الكثير من الجمهوريين يخشون أن يتصرفوا كويليام بار وأن يقولوا الحقيقة. فقط البعض كميت رومني وبعض الآخرين يعرفون الوقائع ولديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة، ولذلك لأن الغالبية لا تتكلم، الغالبية في الحزب الجمهوري تدعم ترامب. سيد إلي بريمير، ما مصلحة الرئيس السابق بأن يحتفظ بمثل هذه الوثائق السرية إن كانت في نهاية المطاف ستجلب عليه كل هذه المشاكل وستوجه اتهامات فيدرالية له بسبب احتفاظه فيها بصورة غير قانونية؟ لا أعرف بتاتا. أنا كان لدي تدقيق أمني وتصريح أمني بالتالي، وليس لدي أي تفسير منطقي
في هذا الإطار. غالبية الأشخاص الذين يمكنهم التعامل مع هذه الوثائق يفضلوا أن لا تبقى إلى جانبهم، لأن هناك مسؤوليات كثيرة تتعلق بها وكذلك مسؤولية قانونية. هذه الاتهامات خطيرة جدا كما قلت، ولابد أن نقول عندما نتكلم عن السياسة في هذا الإطار، كثيرون من الجمهوريين كانوا يحترمون ترامب ودافعوا عنه خاصة في نيويورك، لأن الاتهامات في حينه لم تكن كافية أو خطيرة. أما اتهامات اليوم كما قرأت فيبدو أنها أكثر جدية وأن تأثيرها قد يكون أكبر، والتداعيات السياسية لترامب قد تكون أقوى. سيد إدوارد جوزيف، يعني على ما يبدو بأنه قاضي المحكمة الفيدرالية في ميامي يقرر عدم السماح لترامب بالتواصل مع الشهود المحتملين، ماذا من الممكن أن نفهم من مثل هذه الخطوة من قبل القاضي المكلف الذي ألقى التهم المنسوبة لترامب؟ نعم، دعيني أقول أولا لو سمحت أنني أتفق مع الزميل فيما يتعلق باتهامات نيويورك. هي اتهامات أصلا من قبيل مختلف تماما مقارنة بهذه الاتهامات الفيدرالية، وأعتقد أن الزميل على حق عندما يقول إن هذه الاتهامات الأولى هي التي شكلت ردة فعل الجماهير حيال الاتهامات التي نراها الآن. وأعتقد أن المدعين في حينه كان عليهم أن يدركوا أن اتهامات مانهاتن ستبدو وكأنها مسيسة إلى حد كبير، في حين أن الاتهامات الحالية جدية إلى حد كبير. وأعتقد أيضا أن أي شخص موضوعي يدرك أن الاتهامات الحالية غير مسيسة، ولابد من أن يستمر عمل المدعين بطريقة مستقلة. أما في تعليق القاضي فهو أمر جدي، لأن ذلك يظهر أن هناك مخاوف تتعلق بالضغط على الشهود، ولا بد بالتالي من الحذر. كذلك هناك بعض الوقائع في الاتهامات تتعلق بعرقلة القانون أو القضاء، وهنا نرى القاضية تعي تماما أن دونالد ترامب يمكنه أن يحاول أن يتصرف. علينا أن نتذكر عندما نتكلم عن تسييس القضية، في حين أن القاضية سماها دونالد ترامب شخصيا. نعم، وهي أيضا تلعب دورا أساسيا في هذه القضية، وهي اتخذت بعض القرارات التي تم تغييرها من قبل لجنة من المحافظين ليس من الديمقراطيين. أعذرني سيد إدوارد، أود أن أعلق على هذه الصور التي نتابعها الآن على الشاشة. يبدو انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة ترامب بقضية الوثائق. نتابع ونشاهد الدراجات النارية التابعة للشرطة وتواجد أعداد من مؤيدي الرئيس السابق، ونستمع إلى هتافات يرددونها. إذن مشاهدينا، كل ما أتى حتى الآن يفيد بأن الرئيس السابق دفع ببراءته بالتهم 37 التي وجهت إليه. نتابع أيضا تواجد أعداد كبيرة من القوات الأمنية وسيارات الشرطة، ونحن بانتظار أن يخرج الرئيس ترامب ربما في أي لحظة، في ضوء وجود إجراءات أمنية مشددة أمام مبنى المحكمة، بناء على تواجد أيضا أعداد كبيرة من أنصاره. نتحدث ربما عن يعني خطوات وأمور غير مسبوقة تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية
الأمريكية فيما يخص مثول رئيس أمريكي سابق أمام المحكمة، هذه المرة الثانية بالنسبة للرئيس السابق ترامب. الأولى كانت في نيويورك، اليوم في فلوريدا في ميامي تحديدا، وهذه تعتبر سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أنه الرئيس السابق يكرر مرارا بأنه لن يتراجع عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024. وعلى ما يبدو بأنه كل الخطوات التي تتخذ بحقه هي يعني تصب في مصلحته من ناحية ارتفاع شعبيته، وذلك بحسب استطلاعات الرأي التي تفيد بأنه شعبية الرئيس السابق ترتفع، وتحديدا في جلسات مثوله أمام المحكمة سواء الأولى أو الثانية. نتابع هذه الصور وهذه السيارات ربما التي تتبع لموكب الرئيس السابق ترامب تخرج من مبنى محكمة ميامي في ولاية فلوريدا، ويبدو بأن الرئيس السابق ترامب يستعد لمغادرة المحكمة. هذه هي الصور المباشرة التي نشاهدها وإياكم، موكب الرئيس السابق يستعد للمغادرة على ما يبدو من مبنى المحكمة، قد يتجه مباشرة إلى طائرته الخاصة ومنها إلى ولاية نيوجيرسي. نستمع، يبدو بأنه هناك هتافات من قبل مؤيدي الرئيس السابق، وكان لديهم تواجد أيضا لا يستهان به في محيط المحكمة يقابل هذا التوافد الكبير لأنصار ترامب، استعدادات أمنية غير مسبوقة، ولم يسجل حتى الآن حدوث أي احتكاكات أو مناوشات ما بين مؤيدي ترامب وقوات الأمن. إذن نتابع هذه الصور من أمام مبنى المحاكمة، على ما يبدو بأن هذه السيارات السوداء هي السيارات التابعة لموكب الرئيس السابق بعد انتهاء جلسة مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي وتوجيه 37 تهمة وجهت إليه. الرئيس السابق ترامب دفع ببراءته من التهم التي وجهت إليه، وأيضا دفع ببراءته من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية، وبعد ذلك سمح لترامب بمغادرة المحكمة دون شروط. إذن نتابع مشاهدينا تواجد كبير للقوات الأمنية، أعلام مرفوعة كتب عليها أو لافتات مرفوعة كتب عليها اسم الرئيس السابق، بالإضافة لتواجد سيارات الشرطة والقوات الأمنية. إذن هذا على ما يبدو وما نشاهده، هناك تشجيع ودعم لأنصار ترامب بعد انتهاء جلسة مثوله أمام المحكمة، وموكب ترامب يغادر المبنى يغادر المنطقة. إذن هذه الصور التي نتابعها وإياكم إذن مشاهدينا. تجدر الإشارة بما أنه يعني نغطي تفاصيل هذا الحدث بأن المحقق الخاص جاك سميث الذي يقود التحقيقات فيما يخص موضوع الوثائق السرية تحديدا هو أيضا ينظر في دور ترامب في أحداث الكابيتل، وهناك أيضا محققون فيدراليون ينظرون على مستوى الولاية، ينظرون في مساعي ترامب لقلب نتيجة انتخابات 2020. إذن يتحرك موكب الرئيس السابق، تمتلئ الطرقات بأنصار ترامب يودعونه يلقون عليه التحية، ويبدو بأن أعداد أنصار ترامب لا يمكن الاستهانة بها في هذا اليوم الذي يمثل فيه أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، ويغادرها الآن ليتجه إلى ولاية نيوجيرسي من جديد. على ما يبدو قد يستقل طائرته الخاصة ويعود إلى ولاية نيوجيرسي، وقد يكون لديه مؤتمر لأنصاره ليعود ويكرر من جديد بأن هناك دوافع سياسية لمحاكمة لتوجيه الاتهامات إليه، ومساع لإدانته في إحدى التهم التي وجهت إليه، سواء بالنسبة للتهم التي وجهت اليوم أو التي وجهت إليه في وقت سابق أثناء توجيه التهم في نيويورك.